ظاهرة مش موجودة عايز تفوقها، تصحيها عايز ترجعها اقول تاني. عايز اقول عايز اقول ممكن يعني ان الكوره بقت صناعه، فالناس كلها لازم تبقى على قد مسؤوليه الصناعه ديت، يعني مش عنصر واحد، المنظومه كلها العناصر كلها لازم تكتمل بنفس الكفاءه، سواء كان اجهزه فنيه، لعيبه، حكام، اعلام، كل واحد يبقى على قدر مش هقول المسؤوليه بس الكفاءه اللي تسمح ان العمليه تطلع لفوق. يعني طب لو انت قاعد على مدفع الامساك، ايه الحاجة اللي تمنعها من خلاص تضرب مدفع الامساك علشان توقف الحاجة دي؟ اي ظاهرة او حاجة بتحصل في الرياضة دلوقتي؟ تجاوزات، اي تجاوزات مش مطلوبه ومش مقبوله وما ينفعش انها تبقى موجوده في الرياضه اصلا. يعني الرياضه نفسها يعني ممكن يبقى فيها تنافس شديد جدا، لكن ما فيهاش تجاوزات، عمرها ما كان فيها تجاوزات. طب ايه اللغز او الفزورة اللي انت لحد دلوقتي لسه مش لاقي له حل، مش لاقي له سبب في الرياضة المصرية دلوقتي؟ حاجة بتحصل انت مش عارف ايه سببها بس هي بتحصل. مش حضراني حاجه يعني معينه، لكن في حاجات اكيد مش راضي عنها اكيد. طب كابتن سيد، معاك 3 كروت في الاخر كده، معاك 3 كروت، اصفر واحمر واخضر، تدي كارت اصفر لظاهرة ايه في الرياضة المصرية او حاجة بتديها انذار، حد بتدي له انذار او ظاهرة من الرياضة المصرية او من الملاعب؟ اشوف ان عدم احترام، يعني في اختلاف مفيش مشكله، تمام، لكن عدم الاحترام ده اديله كارت احمر. كارت الأصفر اصفر انذار. ان انت ممكن تختار حد يبقى مسؤول عن قرارات مثلا او منظومه او حته اعلاميه ولا حاجه، وهو مش مؤهل لده، مش اهل ليه، فانذار، لان ده تداعياته ممكن هيوصل كارثة. الجمهور لحتة تانية خالص. كارت الأخضر والأخير تدي أو بتدعم ظاهرة إيه في الرياضة المصرية في مصر؟ هي لسه ما حصلتش، تمام، بس أنا أتمنى يكون موجود، إيه هي؟ إن قبل بداية الموسم ومع نهاية الموسم يبقى كل الناس المسؤولة، سواء كانت فنية كمديرين فنيين أو مديرين كورة أو مسؤولين كبار مثلا، كل واحد على حسب البوزيشن اللي فيه يقعد قاعدة مع ال 18 نادي ولا حاجة، يشوفوا الحاجات اللي حصلت الموسم اللي فات ونبدأ نتلاشاها في الموسم اللي جاي، واللي والمقترحات كان اللي ممكن نفسنا بالظبط تحصل. كده.